بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 75. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل يقول: أرجو أن تفسروا هذه الآية في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله جل وعلا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم لما شق عليه صلى الله عليه وسلم إعراض المشركين عن قبول الدعوة، لأنه يريد لهم النجاة ويريد لهم الخير، فيشق عليه صلى الله عليه وسلم أنهم لا يستجيبون لذلك إشفاقا عليهم ومحبة لهدايتهم، كما قال الله جل وعلا: لعلك باخع نفسك على ألا يكونوا مؤمنين، أي مهلك النفس من شدة حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق. الله جل وعلا أخبره أنهم لن يستجيبوا مهما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك لا تسمع الموتى، هؤلاء مثل الموتى الذين في القبور، لأنهم ماتت قلوبهم وتحجرت أفهامهم فصاروا موتى وهم على الحياة، على قيد الحياة، موتى موتا معنوي، كما قال الله جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وهذا مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الله أحياه بالوحي والنور والإسلام، أحيا قلبه وأحيا فهمه عليه الصلاة والسلام. فهذا تطمين للرسول صلى الله عليه وسلم ألا يحزن على عدم قبولهم للحق. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم، يعني الذين لا يسمعون، وإن كانوا يسمعون سماعا طبيعيا أذانهم ليس فيها خلل، وإنما لا يسمعون سماع قبول واهتداء ورغب. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالته. الهداية بيد الله سبحانه، هداية التوفيق والقبول هذه بيد الله، وأما هداية الدلالة والإرشاد فهذه يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم، دلالة الإرشاد والبيان هذه يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم، أما دلالة القبول والعمل هذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو لا يضل إلا من أعرض ولم يرغب في الحق وقاوم الحق كحالة المشركين، فإن الله يعاقبهم سبحانه، لأنهم لا يقبلون الوحي المنزل ولا يقبلون دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. عاقبهم الله بسبب إعراضهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، زاغوا هم أولا فأزاغ الله قلوبهم عقوبة لهم وجزاء لهم. نعم. هذه أم عبد الله تسأل وتقول: يا شيخ، في الآونة الأخيرة للموتى نعوش، وخصوصا إذا كانت المرأة، هذه النعوش مرتفعة، أيهما أولى، النعوش المتعارف عليها أو هذه مرتفعة حتى لا تبين جسد المرأة الميتة؟ لا بأس بذلك، يعني نعش المرأة عليه غطاء لها بالكامل لا يراها أحد، هذا أحسن، ما في شك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: يا شيخ، يتداول الناس حديث يغفر الله لمن صام 15 من شعبان إلا المشرك بالله ومن بينهم شحنة. هذا الحديث لا يصح، ولا يصح في ليلة النصف من شعبان شيء، ما يصح فيها شيء يميزها عن غيرها. نعم. فضيلة الشيخ، هل هناك
حث على كثرة النسل؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود من الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. طلب النسل وتكثير النسل أمر مرغب فيه. تحديد النسل هذا من عمل الكفار، وهم لا يستعملونه عندهم، إنما يستعملونه عند المسلمين ليقللوا عدد المسلمين. ويقبل هذه الشائعة من ضعف إيمانه أو من هو جاهل، يقبلون هذه الشائعة تحديد النسل. لا يجوز تحديد النسل. الرسول صلى الله عليه وسلم حث على كثرة النسل، كثرة المسلمين. وأما الرزق فرزقهم على الله، لهذا كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر. الله جل وعلا حرم ذلك عليهم وقال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني فقر، نحن نرزقكم وإياهم. وفي الآية الأخرى: نحن نرزقهم وإياكم. نعم. فضيلة الشيخ، بالنسبة للصدقة عن الميت، وضع الماء البارد والبرادات، ما رأيكم فيها؟ شيء طيب هذا، وضع البرادات والثلاجات في المواطن التي يكثر فيها الناس أو يمر الطريق الذي يمر منه الناس، يجعل في ذلك برادات أو ثلاجات لتبريد الماء للمارة، هذا شيء طيب، وهذا صدقة عظيمة على الناس، والماء من أفضل ما يبذل للمحتاجين. نعم. هذه السائلة تقول بأنها امرأة غنية وميسرة وعندها مال ولله الحمد، وتقول: لي 3 أولاد وبنات، واحد من الأولاد موظف على قدر حاله، وأريد أن أعطيه قطعة أرض في حياتي ومساعدة له، مع أنه بار بي كثيرا. لا يجوز أن تخصص بعض أولاده بالعطية، بل تساوي بينهم، الذكر مثل حظ الأنثيين. لما أعطى رجل من الصحابة ابنه هبة، فقالت أمه تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك. قال: أكل ولدك أعطيت هذا؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور. تقول الله: واعدلوا بين أولادكم. فلا يخصص بعض أولاده بعطية تمليك، عطية تمليك دون غيره. نعم. أحسن الله إليكم. هناك من يتساهل يا شيخ صالح في المرور بين يدي المصلي. المرور بين يدي المصلي لا يجوز إذا كان أمامه سترة، فإنه لا يمر بينه وبين سترته، وإن لم يكن أمامه سترة فإنه يتجنبه بمسافة 3 أذرع، يتجنب المرور من أمامه بمسافة 3 أذرع. هذا في غير الزحام. أما المسجد الحرام والمسجد النبوي والجوامع الكبيرة التي يزدحم فيها الناس، فلا بأس بالمرور بين يدي المصلي للحاجة، ولا يجوز للمصلي أن يمنعهم، بل يتركهم يمرون للضرورة والحاجة. أما إذا كان ليس هناك عذر، فلا يجوز المرور بين يدي المصلي بينه وبين سترته، أو بمسافة 3 أذرع من أمامه. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في الآونة الأخيرة نستخدم بعض الوسائل التعليمية من فيديو وغيرها من الأجهزة لتدريس المواد الشرعية كالفقه والتفسير والفرائض وغيرها. التعليم يحصل بدون هذه الوسائل، وما زال التعليم وكان أقوى في الزمان الماضي، وليس عندهم هذه الوسائل. نعم. فضيلة الشيخ، يقول هذا السائل: للقرآن تأثير على الآخرين، فما هو تأثيره على ممن أسلموا من القساوسة والمعادين لهذا الدين؟ نعم، له تأثير عجيب. القرآن له تأثير عجيب، حتى المشركين لما سمعوه صاروا يستمعون إليه، وكانوا يترصدون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، يستمعون إلى قراءته، لأن القرآن يأسر القلوب ويستميل النفوس عند سماعه، فهو من عجائب القرآن هذه الظاهرة العجيبة. وكان من النصارى من لما سمعه أسلم، من القساوسة، قال الله جل وعلا: أتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، يعني القرآن، ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الحق. هذه قالوا أنها نزلت في النجاشي رحمه الله، النجاشي لما سمع القرآن بكى. كذلك في قوله تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعدا
وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذا في النصارى الذين من الله عليهم فأسلموا وانقادوا للقرآن. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه السائلة تقول: في مدارس البنات هل على المرأة أذان وإقامة؟ لا، ليس على النساء أذان ولا إقامة، ويستحب أن يصلين جميعا بإمامة امرأة منهن تقف في صفهن وتصلي بهن. يستحب ذلك للنساء أن يصلين جماعة بإمامة واحدة منهن. نعم. فضيلة الشيخ، هذه أيضا السائلة تذكر في سؤال لها عن: في نظركم ما أبرز الكتب التي ترجع إليها المرأة في مسائل الطهارة، وكيف تتعامل المرأة في هذه المسألة؟ الحمد لله، هذه مبسطة في كتب الفقه المطولة والمختصرة، عليها أن تراجع شرح الزاد، يعني متن الزاد وشرحه الروض المربع، ففيه الكفاية في بيان ذلك، وتسأل أهل العلم عما أشكل عليها، لا تقتصر على مطالعتها، بل إذا أشكل عليها شيء تسأل أهل العلم. نعم. تقول: هل هناك فرق بين الشكر والحمد؟ نعم، الشكر يكون بالفعل ويكون بالقول ويكون بالعمل، أما الحمد فيكون باللسان فقط، يكون باللسان. نعم. السائل أبو عبد الله يقول: فضيلة الشيخ، كيف المخرج من الفتن وما موقف المسلم منه؟ المخرج بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن، قالوا: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدك، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. فالقرآن الكريم الذي بين أيدينا واضح وضوح النهار، فالمسلم يكثر من تلاوة القرآن وتدبره لأجل أن يهتدي قلبه، تستنير بصيرته ويزكو عمله. نعم. هذا السائل سوداني يقول: الشيخ صالح، من حج متمتعا ثم بعد العمرة تحلل بعد التقصير من رأسه، ويريد أن يبقى على لبس إحرامه، وذلك لقرب ذهابه إلى عرفة، لا بأس بذلك، لكن كونه يخلع ملابس الإحرام ويلبس المخيط إظهارا للتحلل هذا أفضل. نعم. من أسئلة السائل يقول: بالنسبة للمرأة عندما تشتري الذهب أو الفضة عن طريق خدمات الشبكات، يخصم المبلغ فورا؟ هذا لا أعرفه، هذه معاملة لا أعرفها، ولكن إن اشترت الذهب بالذهب فلا بد من أمرين: تساوي في المقدار والتقابض في المجلس، وإن اشترت الذهب بالدراهم فلا بد من أمر واحد وهو التقابض في المجلس. نعم. سوداني مقيم بجدة يقول: هل يجوز للزوج أن يغيب عن زوجته 6 أشهر وذلك للعمل؟ نعم، لا بأس بذلك، ولا يغيب عنها أكثر من 6 أشهر إلا إذا رضيت هي بذلك أو تعذر عليه المجيء. نعم. هذه السائلة تقول: أم زوجتي يا شيخ تشحن زوجتي بالطلبات، وأنا راتبي ضعيف وأريد أن أطلقها لكثرة تدخلات الأم. هذا راجع إليك، إن أمكنك أن تنصح لأمها بأن لا تدخل عليها هذه الطلبات الكثيرة التي تثقلك، تنصح لها، فإن امتنعت من ذلك الحمد لله، وإن شقت عليك فلا بأس أن تطلقها. نعم. هذا السائل يقول: هل ورد حديث بأنه في آخر الزمان تكون السنة كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم الواحد؟ نعم، ورد هذا، تقارب الزمان، يتقارب الزمان حتى يكون كذلك كما ذكر السائل، وهذا من علامات الساعة. نعم. هذا السائل يقول: في الآية الكريمة: وأتم الحج والعمرة، أرجو أن تبينوا هذه الآية حفظكم الله. هذه الآية شاملة جامعة على اختصارها ووجازة ألفاظها، قال الله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله، تدل على شيئين: الشيء الأول إتمام الحج والعمرة على وفق السنة النبوية وعلى ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله: خذوا عني مناسككم، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني قوله لله، يعني خالصا لله، ليس فيه رياء ولا سمعة ولا طمع دنيوي، وإنما هو لله سبحانه وتعالى. هذا يدل على أمرين: الحج وفي غيره، وفي كل عمل لا بد أن يتوفر فيه شرطان: الشرط الأول المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم في أداء العمل، كيف يؤديه وفق سنة الرسول
صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الإخلاص لله، لا يكون فيه رياء ولا سمعة ولا طمع دنيوي، وإنما يكون النية خالصة لله عز وجل في حجه وعمرته. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وما شروط التوبة في ذلك؟ نعم، ورد هذا في الحديث أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، لأن الله يمحو ذنبه بالتوبة ويصبح مثل من لا ذنب له، وهذا من فضل الله عز وجل. وشروط التوبة ثلاثة: الأول الإقلاع عن الذنب، يعني ترك الذنب، ما يستغفر الإنسان ويتوب بلسانه وهو مقيم على الذنب، بل مع استغفاره وتوبته باللسان أيضا يتوب بالفعل فيتجنب هذا الذنب الذي تاب منه ويبتعد عنه. الشرط الثاني العزم لا يعود إليه، أما التوبة المؤقتة الذي يتوب الإنسان في وقت معين ثم يرجع، أو في مكان معين ثم يرجع إلى الذنب، هذه توبة لا تقبل لأنها توبة مؤقتة، والواجب في التوبة أن تكون مستدامة ليست مؤقتة. الشرط الثاني العزم لا يعود لهذا الذنب، فإن كان في نيته أنه يعود إليه في وقت آخر أو في مكان آخر فإن توبته لا تقبل. الشرط الثالث الندم على ما فات، يندم على ما فعل من الذنوب ويخاف من عقوبتها، هذا دليل على صدق التوبة. وإذا كانت التوبة بين حقوق المخلوقين بأن ظلمهم بأن أخذ أموالهم بأن، فإن هناك شرطا رابعا وهو أن يؤدي الحق إلى من هو له ويؤدي المظلمة إلى صاحبها. شكر الله لكم الشيخ صالح وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.